هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بموضوعية. في هذه الحلقة نتناول قطاع المقاولات، واستضيف في هذه الحلقة رئيس مجلس إدارة مجموعة العبد القادر، وأيضا عضو مجلس الإدارة والرئيس اللجنة التنفيذية في الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر. مرحبا فيك مهندس زكريا. حياك الله أستاذ راشد، وعليكم السلام. شاكر لك الاستضافة، وإن شاء الله يكون لقانا خفيف على المشاهدين والمقاولين على خاص. الله يحفظك. لا لا، خفيف إن شاء الله، ما تحتاج. طيب، خلينا نتكلم أول شيء عن الهيئة، هيئة المقاولين اللي تعتبر هي لا زالت مولود جديد. مع أن الحين مر عليها 3 سنين 4 سنين. السنة الخامسة الآن احنا فيها، 4 سنوات. إيه. طيب، قبل ما أتكلم أنا بتفاصيل عن الهيئة، الهيئة وش دورها مفروض أنها تكون؟ هيئة المقاولات، خلينا نتكلم ليش من البداية تاريخيا ليش وجدت هيئة المقاولين. هيئة المقاولين وجدت لأن ولاة الأمر حفظهم الله استشرفوا العشوائية وعدم التنظيم في قطاع المقاولات. قطاع المقاولات أستاذ راشد زي ما أنت عارف يعني تقريبا ثاني قطاع في الدولة بعد الأويل أند غاز في الدولة، هو حجمه كبير جدا، وكان في مشاريع مقاولات ضخمة 20-30 سنة الماضية في السعودية، وما كان القطاع فيه أي تنظيم. مجلس الوزراء رأى أنه في مشاريع متعثرة كثير كلفت الدولة واقتصادها المليارات الريالات بدون أي مبالغة. وجد طلع قرار مجلس الوزراء 510 عام 1436 بتنظيم وإنشاء هيئة مهنية مختصة بتنظيم قطاع المقاولات بشكل عام، تعنى بجميع أصحاب المصلحة، لا تعنى بالمقاول فقط ولا تعنى بمالك المشاريع، تعنى بجميع أصحاب المصلحة من جهات تشريعية وتنفيذية، وطبعا في من المؤكد المقاول نفسه. هيئة المقاولين مسؤولة، يعني مجلس الوزراء حدد لها 20 مستهدف، يعني لعلي على عجالة أختصر الأهم فيها. وضع أسس ومعايير لصناعة المقاولات في السعودية، دراسة التحديات اللي يواجهها المقاول وصاحب المشروع والأطراف اللي بينهم، إيش التحديات اللي يواجهونها، ليش العشوائية صارت، تنظيم وضع المقاولات بدراسة العقود نموذجية وضع مظلة كاملة، يعني مظلة متكاملة من 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 دراسة إحصائيات ودراسة. سويتوا كل هذا؟ إحنا الآن يعني أنجزنا الكثير للأمانة. طبعا يعني في السابق يعني لها فرصة جيدة، إحنا قبل أسبوع أو أسبوعين تلقينا خبر جدا ممتاز، أحب أتقدم باسمي وباسم إخواني في مجلس الإدارة والأمانة العامة بالشكر العظيم والفضل الكبير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمين بالدعم اللي جانا، يعني اللي كان دعم سخي للأمانة، اللي الآن فعلا الهيئة السعودية سترى انطلاقة أخرى لها بعد الدعم هذا. يعني إحنا في السابق وكان مصادر الدخل دعم مادي. نعم، دعم مادي طالبنا فيه، ولله الحمد ولله الأمر ما قصروا معنا وجانا الدعم المادي. ما لكم عذر يعني أبدا، أنا هذا بالعكس إحنا نقولها ونزيدها إن شاء الله بإذن الله، يعني الهيئة بتكون بشكل آخر الفترة الجاية. مع أنه ولله الحمد الإنجازات في الفترة السابقة كانت جدا ممتازة مع يعني قل الموارد، يعني كان الدخل الوحيد عندنا ترى اللي هي الرعايات والتبرعات والرسوم العضويات من المقاولين، وهذا يعتبر كهيئة بهذا الحجم بتنظم قطاع كبير. يعني احنا قاعدين نتكلم عن 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 تقريبا قطاع المقاولات فيه اكثر من حسب سجلات وزارة التجارة في 150 الف مقاول. طيب، اللي سجلوا كم؟ 6000 7000؟ ما شاء الله تبارك الله، معلوماتك ابديتد استاذ راشد. يعني احنا واصلين الحين على 6000، اقل من 6000 شوي، يعني نسبة ما تجي 5%. طيب، هذه نقطة شائكة أستاذ راشد. كسجلات وزارة التجارة أنا ما بلومكم. لا لا لا، أدري، بالعكس بالعكس. أقصد يعني ليش ما في إقبال؟ مش ما في إقبال، خليني أقول هل في مقاول فعلي؟ إحنا نتكلم عن مقاولين وفيه أشباه مقاولين وفيه سجلات فقط. أجل هذا الدور كبير، هم تصنيف. صحيح، إحنا عندنا إدارة متخصصة الآن أقمناها، وهي مبادرة من مهم مبادرات الهيئة اللي هي مبادرة ترخيص المقاول. مبادرة ترخيص المقاول ستعنى ب يعني خليني أقول لك ترخيص المقاول وتأهيله بالطريقة الصحيحة السليمة اللي لم يسبق لل أول بس سجل تجاري ويكفي صح؟ الأول سجل تجاري. إحنا في الهيئة إلى الآن إحنا كعضو إحنا من مصلحتنا كقطاع ولا كهيئة أن يكون عندنا منصة متكاملة لجميع المقاولين سواء الفاعل أو غير الفاعل.
يعني كويس. لا بس دقيقة، أنا عشان بس نصير شيء مرتب للمقاولين. سم. أول قبل الهيئة كان سجل تجاري صح؟ سجل تجاري، لا في وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، هذه معنية بتصنيف المقاولين. طيب. موجودة إلى الآن، وتو لسه حدثوا اللوائح تبعهم وجددوا آلية التصنيف بتواصل معنا في الهيئة. هذه كانت وزارة الشؤون، الشؤون البلدية والقروية. نعم. أول كانت وزارة الإسكان سابقا، وزارة الشؤون، وزارة الشؤون البلدية والقروية هي نفسها فيها وكالة. إيه؟ اسمها وكالة تصنيف المقاولين، هذه تابعة للوزارة. انتم ما لكم علاقة بالإسكان؟ لا نهاية. مباشرة احنا عندنا مذكرة تفاهم مع الإسكان في لقاءات كثيرة. لا انا بس بوصل انه ما في احد يجي مقاول يعمل بالسوق الا يصير كواليفايد وعنده ترخيص وعنده تصنيف وعنده مو استاذ راشد مقاولين شنطه. هذا المفروض، هذا 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 المفروض اللي باذن الله بيكون واقع قريبا يعني. واحنا ان شاء الله في الهيئه بنحرص مع جميع قطاعات الدوله ان احنا نحافظ على النقطه هذه، لانه مقاولين المتسترين او المقاولين الغير فاعلين. وش الاجراء وش بيصير؟ سوينا اجراءات كثيره طبعا. هي الاجراءات ما هي يعني قطاع كان في عشوائيه مده 30 40 سنه لا يمكن تصحيحها في سنتين او ثلاث او حتى التصحيح ماشيين فيه. احنا قاعدين نمشي بخطى ثابته مع وزارات الدوله وجهاتها. من الاجراءات اللي كانت في تواصل مع وزارة التجارة بإيضاحات، عملنا إدارة التراخيص هذه بتبين المقاول. إحنا ما بيطلع عندنا مقاول دارسين ملفه بشكل كامل. الآن المقاول غير المسجل في معظم جهات الدولة وحتى الجهات الشبه حكومية من هيئة ملكية السابق الأرامكو، القطاعات الكبيرة هذه الحين ما يدخلها إلا مقاول مسجل لدى هيئة المقاولين. احنا بنكون حريصين في اداره التراخيص ان 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 المقاول اللي يطلع له الترخيص لن يكون ابدا مقاول متستر او مقاول غير فاعل او انه يظهر شيء والواقع شيء اخر. هذا مفيد على فكره للمقاول قبل المقاول الفعلي اللي يبي يعمل اللي يبي يوصل 20 30. هل السوق بدا يتنظف من دوله؟ بدا ويحتاج بالأمانة. بدأ ويحتاج أكثر، يحتاج إيش؟ يحتاج برضو تواصل أكثر. وزارة التجارة يعني أنا أقول أكاد أقول لك إن إحنا يعني نمشي معها بخطى، وهم يضغطون أكثر بعد إن نبغى التستر هذا ينتهي، نبغى المقاولين الغير فاعلين أو خلينا نقول المقاول اللي ما قد يكون يجمع مشاريع وفي النهاية لا ينفذ. وترى هذا أساس يعني مجلس الوزراء، يمكن ما قلتها في بداية الحديث، مجلس الوزراء استشعر نقطة تعثر المشاريع اللي انشا عليها الهيئه. تعثر المشاريع سببتها وشو؟ مقاول غير منتظم. احنا دائما نقول مشروع بسبب المقاول. لا غير صحيح. إيه؟ انا اختلف معك تماما استاذ راشد. إيه؟ وبدون اي بحياد كامل 40% من المشاريع المتعطله خليني اقول لك في النظام نفسه، نظام منظومه العمل. من ناحيه المقاول وهو طرف فيها وطرف اساسي، من ناحيه تاخر مستخلصات، من ناحيه تحديات يواجهها المقاول. انتهت هذه، ما عاد في متاخرات. لا لا اسمح لي استاذ راشد، ممكن اقول لك لاني اسمع يعني زي ما ذكر وزير الماليه وغيره، اللي مستكمل اوراقه ياخذ حقه. والله اللي مستكمل اوراقه، واحنا يعني نمشي بخطى ثابته مع وزاره الماليه، وعندنا عندنا اجتماعات تكاد تكون دوريه مع اعلى يعني القادة في وزارة المالية، وكان وكيل الوزارة اجتمعنا معاه قبل تقريبا 4-5 شهور، لكن استل التأخير موجود. منصة اعتماد منصة رائعة، توجهات وزارة المالية جدا ممتازة، ولكن لم تفعل كاملها 100%. لم طيب. تفعل. هذا موضوع يمكن شائك، ما أبغى أدخل فيه. نعم. لكن خلي على الحين موضوع الهيئة الآن. نعم. كيف حتوجد في السوق مقاولين أكفاء ملتزمين منضبطين إلى آخره؟ نعم. هذا دور الهيئة؟ هذا دور الهيئة؟ لا مش هذا جزء من دور الهيئة. دور الهيئة أكبر من كذا. دور الهيئة مثلا من الأهداف اللي وضعها مجلس الوزراء لها اللي هو ضبط العلاقة بين 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 المقاولين والجهات المختصة وتنظيم العمل معها، يعني امداد الجهات كاملة بإحصائيات وأرقام عن صناعة المقاولات في السعودية، وضع تثقيف المقاول من دور الهيئة، عمل دورات، عمل ورش عمل، إدارة التراخيص. احنا نسميه ترخيص، احنا عندنا في الهيئة نسميه ترخيص. عندنا عضو مسجل وعندنا مرخص. اوكي، يعني شلون عضو؟ يعني الترخيص هذا يعني احنا يعني قدمنا، تقول للوزارة يعطون ترخيص. احنا طبعا احنا يعني اشتغلنا على موضوع الترخيص. إيه؟ وشغالين على فرضه ك يعني اجراء الزامي لجميع المقاولين في هذه الحالة. بتكون الهيئة مسؤوله عن مدى تاهيل المقاول اللي مخرج له الترخيص. يعني لو كان المقاول غير مؤهل لن يخرج له ترخيص من الهيئه، لان
في خبرات ودراسات وجات يعني من ضمن استراتيجيات وضعت في الهيئة. يعني أكاد أجزم لك أن المقاول بيكون مؤهل جدا للعمل، لأن إدارة التراخيص عندنا تعمل على فاكتور اللي هو طبعا أول حاجة تقسيم الأنشطة في إدارة التراخيص على الآيزك فور اللي هو النظام العالمي. هو ليش ما في تصنيف؟ يعني مثلا الحين أنا رجال أببني لي بيت، أببني لي عندي مشروع مدرسة، أببني لي مستوصف، أي شيء يعني. جميل. خلي موضوع المشاريع الكبيرة هذه، فاهم؟ حلو. الكبير يعرفون الطريق. صحيح. وين اروح انا مقاول؟ القى مقاول على جدار، القى مقاول واحد تخبر لي مقاول مدري وش هذا، متى يصير خلاص انا اروح الهيئة ادخل موقعهم اعرف هذا مصنف، هذا متخصص سكن، هذا متخصص طبي، هذا متخصص. استاذ راشد صدقني في النقطة هذه بالاخص، الفئة هذه بالاخص احنا قاعدين نركز عليها، وعندنا ثلاث يعني مستهدفات من العشرين يعني او اكثر طبعا، بس ثلاثة مخصصة له. احنا العقود النموذجية الان هذه مبادرة وراح باذن الله يعلن عنها خلال شهرين ثلاثة. راح بيكون عقد نموذجي استاذ راشد زي ما تفضلت، اللي مثلا ما له في المقاولات ولا يعرف تفاصيلها مثل الطبيب المهندس اللي في مجالات معينة، عندنا عقود نموذجية بتربط باذن الله عن طريق علم مع وزارة العدل، بتكون عقود تنفيذية تحفظ حق الجميع، تحفظ حق الأستاذ راشد وتحفظ حق المقاول. يعني أول إذا حصل خلافات بين المالك أو الأونر لنفس المشروع ومع المقاول، وين كانوا يرجعون؟ كانوا يرجعون المحاكم التجارية والتحكيم. الآن إلى الآن الموضوع هذا قائم، وإحنا من مستهدفاتنا أنه فض النزاعات بين المقاولين، ولكن أي زي هيئة سوق المال مثلا، نعم، عندها لجنة خاصة كذا من مستهدفاتنا، مؤسسة النقد عندها لجنة كذا. لم تطلق اللجنة هذه إلى الآن، ولكن من مستهدفات اللي هذه مهمة مرة دي. إحنا الآن في الخطة في تحديث الخطة الاستراتيجية ووضعين هذا نصب أعيننا، لأنه مهم جدا حتى على المشاريع الكبيرة أو الصغيرة. ردا على سؤالك أنه أنا وين أروح أجيب المقاول، احنا عندنا باذن الله هذه تطلق طبعا، احنا في منصه مقاوله الان موجودين المقاولين اللي نعتقد باذن الله انهم مقاولين اكفاء، ولكن بعد ان شاء الله اداره التراخيص بيكون عندنا منصه تفاعليه خاصه بالمقاول. يحق لك انت استاذ راشد بعد ما يخلص المقاول شغله معاك تكتب عنه ريفيو، هذا الشخص كويس ولا هذا سيء ولا سوى معي كذا، اسوه بمواقع مثلا الحجز الفنادق مثل بوكينج وكذا، بالضبط بنفس البساطه وبنفس السهوله تقدر تعرف ايش عنده وايش ما عنده، وين ضعفه وين قوته، وله من شخص يعني ما يعرفه ولا قد يكون محايد، لا من اي احد تعامل معه. فهذه لن تدع يعني هذه النقاط لن تدع لاي مقاول فرصه انه يكون متقاعس ولا جودته نازله، لانه خلاص يعني اذا اشتغل سنه ما بيشتغل السنه اللي بعدها، بتكون في شفافيه عاليه، وهذه من قيمنا في الهيئه، الشفافيه يجب ان تكون عاليه للجميع. هاي الترتيبات كم يبيلها؟ ان شاء الله بعد الدعم اللي تكلمنا عنه، يعني انا بقول لك خلينا نتكلم لك عن المنجزات اللي احنا سويناها في الفتره البسيطه هذه اللي كانت تاسيسيه ترى، يعني خلينا نتكلم عن المنجزات بعد الفاصل. سن. فاصل. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم، نستكمل حوارنا مع المهندس زكريا بن عبد الرحمن عبد القادر رئيس مجلس إدارة مجموعة العبد القادر وأيضا عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الهيئة السعودية للمقاولين اللي تعتبر هي هيئة جديدة رغم مرور 5 سنوات. تكلمنا قبل فاصل عن المنجزات، نعم، اللي سويتوها في الهيئة. نعم. وش عندنا عدة مبادرات اشتغلنا فيها طبعا. الخطة الاستراتيجية أول حاجة في بداية الهيئة كانت تحتاج تنظيم داخلي ولوائح وحوكمة واستراتيجية واضحة، يعني في أول سنة أخذت وقت، أخذنا وقت طبعا، المواضيع هذه زي ما أنت عارف أستاذ راشد تأخذ وقت. في الفترة في فترة البداية أول سنتين كانت تنظيمات داخلية أثمرت اليوم، بأن العمل في الهيئة والله الحمد وبشهادة يعني أعلى قادة في البلد ومن وزراء وأصحاب قرار، بأن الهيئة عملها احترافي والله الحمد أكثر من يعني أكثر من عمرها. وضعنا استراتيجية للهيئة والآن تحدث، وضعنا حوكمة واضحة، لوائح تنفيذية داخلية تعمل عليها، الأمانة العامة بالهيئة احترافية جدا، بها رجالات مؤهلين والله الحمد، يعني أنا أقول لك كقطاع مقاولات رزق فيهم بإذن الله توجههم جدا عالي. المنجزات اللي تحققت من مبادرات، خليني أكلمك جميع ما يعني المقاول وصاحب المصلحة في المقاولة وصناعة المقاولات، تم
على الأقل الوصول له وتشخيصه خلينا نقول. في بعضها حل وفي بعضها يحل. طيب المكاتب الاستشارية تدخل معكم في الخط ولا ما لها علاقة؟ المكاتب الاستشارية قد تكون لإخواننا في هيئة المهندسين وهي يعني هيئة. يعني أنتم عملكم منسجم مع بعض متشابك يعني. متشابك. وإحنا عشان كذا إحنا يعني في إن شاء الله في انسجام مع الهيئة السعودية للمقاولين. في لأنه ممكن يجيك الطرف يقول لك لا السبب المهندس يعني المشرف على المشروع نعم مثلا نعم أو الاستشاري نعم وممكن يكون المقاول. ففي في تداخل في في لا شوف ما في تداخل ما دام في إحنا هيئات أشبه هيئة لنا قد تكون هيئة المهندسين وهي مهنية وهي أكبر منا عمرا. في تنسيق بيننا. في تنسيق بيننا وفي مذكرات تفاهم وإحنا الأمور بيننا واضحة وين نطاقنا وين نطاقهم. قد يكون في تداخل إحنا قاعدين نتفاهم عليه مذكرات تفاهم. مجالس الإدارة اجتمعت الأمناء يعني شغالين على 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 كذا موضوع وفي تنسيق بينهم. لكن أستاذ راشد زي ما أنت عارف التغيير دائما يحتاج وقت ويلقى بعض المقاومة. طيب في نقطة مهمة أنت تقول عدد المقاولين كم الحين؟ اللي بشكل عام 100 بشكل لا شوف بشكل المقاولين اذا تسال يعني بس السؤال انا اقول من هو المقاول؟ المقاول الفعلي الان اللي اكلمك عنه انا احنا المقاولين خلينا المؤهلين ما يتجاوزون 4000 5000 مقاول. هذا حسب وكاله تصنيف المقاولين وزاره الشؤون البلديه والقرويه. المقاول المصنف ما يتجاوزون عندهم واللي 80000 ذولا 70000 هذه طويل عمر مقاولات. احنا عندنا اشكاليه زي ما قلت لك في عشوائيه كانت في المقاولات. احنا بحاجه المقاولين على فكره 3000 4000 من 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 اطلاع على السوق واستشراف مستقبل المقاولات اللي يصير. وما يجينا السعودية محتاجة مقاولين عدد ضخم أكبر من الموجود. طيب أستاذ مهندس زكريا الآن مثلا مو لازم نحتاج مقاول عشان أبني. ممكن بسوي صيانة بسوي تعديل بسوي إلى آخره. إدارة مرافق خلينا نقول إدارة صيانة وتشغيل بيتي لعشرين سنة بعدل وصلة. نعم. هل هذا بنفس الشيء حرجع للهيئة دور هالمقاولين؟ طبعا إحنا يعني من ضمن ورش يعني لازم تضع لي مقاولين إدارة خيارات كثيرة. معلش برجع لك إدارة الترخيص. إدارة الترخيص صنفت المقاول الإنشاء ومقاول إدارة المرافق والصيانة والتشغيل. الأعمال التخصصية صنفناها كلها محصورة. وخلينا نقول يعني حتى كان في مطالبات أنها تفصل يعني مقاول التنفيذ غير مقاول الصيانة والتشغيل. بس إن رأينا ومع يعني استشارة من أصحاب المصلحة من وزارات ومن جمعية عمومية إنه لا رأينا الموضوع إنه يكون الاثنين يعني العملين ممكن ينفذ من نفس المقاول. ولكن إحنا اللي نشوفه والأفضل حتى ننصح فيه المقاول إدارة التشغيل والصيانة هو يتخصص في الموضوع هذا. مقاولين الإنشاءات يتخصصون. وصراحة موضوع الصيانة أو خلنا نقول زي عملية زي ما تفضلت صيانة أو تعديلات أو غيره ما يشوفه يا مقاول ولا ما فيه. نعم. وبالتالي إذا ستحتاج صيانة أحتاج إدارة مرافق من الشارع ولا من احد تعرفه ولا طبعا ترى في توعيه المواطن برضو. هذا واجب. احنا ترى الحين احنا يعني اقول لي وين القاه بس انا اقول لك إيه؟ هي الشركات المنظمه الان منصه مقاول فيها اكثر لما نقول فيها اكثر من 6000 مقاول ترى عدد كويس. هذا لما نقول مقاول فاعل يعني في تطبيق مهندس زكريا مثلا زي العماله المنزليه. نعم. اطلبه بالساعه بالساعتين. صحيح. مرتب شغل حلو صراحه. صحيح. المقاولين مثل اداره المرافق والخدمات. طيب ابغى سباك ابغى خدمات زي هذه عندي شيء معين وين من اللي المفروض في بعض المقاولين المسجلين في الهيئه لديهم هذه الخدمات. يعني احنا ما نقدر ندخل في التفاصيل احنا لا انا اقول ليش اكبر من ليش بتسوون انتم اب يربط كل المقاولين طبعا وتختار منها يحطون بجزء اداره صغيره يعني ما راح يضرهم يعني المنصه التفاعليه اللي قلت لك عنها فعلا مطروح موضوع التطبيق اللي تدخل وتشوف وتقدر تطلب مقاولك وتقدر تعرف عن المهم من هذا انك التواصل معه سهل لكن تعرف ايش الهيستوري حقه. انت زي ما انت عارف الفتره الماضيه اللي داخل على مقاول كانه داخل في حرب وسجال ما يدري ايش داخل عليه. صح. ولا يعرف ايش عنده وايش اللي ما عنده. حريصين ان احنا نوضح النقاط هذه. يعني لما نتكلم عن المقاول الفاعل فانا درت تراخيص انا متاكد باذن الله انها ستبين المقاول الفاعل ولا ادرواز ما راح نضحي بي بي بي. هل في يوجد مقاولين متخصصين هذا بالسكن هذا بالصناعه هذا في الصيانه هذا في اداره مرافق هذا حدائق هذا جميل. جسور هذا طرق كذا بيصير وشلون احنا في هيئه المقاولين نطمح باذن الله لعملنا للعالميه. يعني احنا من طموحنا ان المقاول السعودي يطلع برا السعوديه نصدر المقاولات. مش زي ما عندنا الان عندنا المقاول الصيني والمقاول التركي وكذا. لا احنا باذن الله من طموحنا ان احنا نصدر المقاول نطلعه وهذا من جزء من رؤيتنا 2030. ممتاز. كيف نوصل للنقطه هذه من 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 زي ما تفضلت في تقسيم الانشطه احنا رحنا على
تقسيم الايزك 4 اللي وزاره التجاره ماشيه عليه يعني في السجل التجاري الان تقسيم الانشطه اختلف تماما، فترخيص المقاول برضو على نفس الانشطه، يعني زي ما تفضلت الانشطه مقسمه عندنا 74 تقريبا نشاط مقسم تعامل بتقييم المخاطر في كل عمل. يعني احنا تقييم المخاطر احنا ما نتكلم عن السيفتي بس والسلامه، لا احنا نتكلم عن تقييم مخاطر ان المقاول هذا ما ينفذ العمل. يعني احنا لما نتكلم عن عمل تخصصي وفي تقنيات عاليه وتكنيكاليتي عاليه احنا قاعدين نتكلم عن عمل هاي ريسك. ليش؟ لانه ممكن المقاول هذا ما يكون مطلع عليه، فلازم يكون تصنيفه شده دراسه ترخيصه اعلى من غيره. عندنا الهاي ريسك وعندنا الميديوم وعندنا اللو ريسك اللي الاعمال البسيطه. احنا برضو احنا محتاجين المقاول الصغير، محتاجين المقاول صحيح. المؤسسة اللي عدد معاملاتها من 5 إلى 10 هذه في السوق مطلوبة والكل يحتاجها، من المقاول الكبير إلى المواطن العادي. وشون تدعمونهم هذولا؟ ندعمهم يطول العمر بكل، احنا عندنا المنشآت الصغيرة المتوسطة هي تمثل 95% من المقاولين في السعودية. بغض النظر احنا وين في 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 من العدد 150,000 او من 6,000، لكن 95% هذا شيء كبير وهذا مطلوب بالعكس. لان ندعمهم بالمبادرات اللي نقدمها، استراتيجيات تثقيف المقاول. احنا عملنا ورش عمل في جميع مناطق السعودية تتكلم عن مبادئ المقاولات، تتكلم عن القيادات في مبادئ المقاولات، عن حوكمة شركات مؤسسة المقاولات قد تكون هذه للشركات المتوسطة. تكلمنا عن اندماج، وهذا شيء مهم، اندماج منشآت المقاولات. أنت مؤسسة صغيرة وهذا مؤسسة صغيرة، اندمج في مشروع، سوي شراكات في آلية، يعني خلني أقول منظمة لدعم المقاول الصغير. طيب. ونطمح وفي برضو الحين احنا شغالين مع منشآت ان شاء الله على مذكرة تفاهم ان يكون فينا تواصل بيننا وبينهم على دعم المقاول الصغير، لانه فعلا والله يا استاذ راشد وانا يعني هذه نصيحة اقدمها لاي شاب سعودي، المقاولات محتاجة مقاولين صغار وكمية والعدد كبير ومتخصصين، وهذه نقطة مهمة. التخصص جدا مهم، احنا ما عندنا مقاول متخصصين. احنا للاسف المقاول يفتح كل المقاولين مقاولات عامة، يعني اللي يشتغل بمئة مليون نفس اللي يشتغل بمئة ألف، ما كله مقاولات عامة. لكن لو وجد المقاول المتخصص هذا مش بس المواطن يحتاجه. يعني أنا فهمت متخصص تقصد مثلا متخصص مثلا هذا في صيانة، هذا متخصص مثلا في، لا أكثر من كذا، أنا أقصد أستاذ راشد أنا أقصد مثلا متخصص في الأرضيات، في الأسقف، في الأعمال الميكانيكية متمثلة بالسباكة مالسباكة، في الأعمال الكهربائية يعني ما حتى ما أنا أفضل أن المتخصص ما يقول سباكة وكهرباء، لا كهرباء الحال وسباكة الحال. زي الطب، زي الطب، وهذا صح. يعني ترى العمل المقاولات عمل هندسي بحت، عمل هندسي بحت. في المجالات الصغيرة مش لازم مهندس يشتغل، لكن لما تتكلم عن مؤسسة بيتجاوز عملتها 15-20 شخص ولا في مهندس في المؤسسات هذه، هذا خطر على كل أحد، خطر على القطاع وعلى المقاول وعلى حتى على صاحب المنشأة نفسه. قطاع المقاولات عندنا يعني يتمتع بالنضج، أقصد النضج يعني الخبرة والإمكانيات والقدرة لدينا. والله يا استاذ راشد بدون مجاملات وبدون يعني من اطلاع، لدينا شركات من أفضل الشركات في العالم، وفي ممارسات معينة. اطلع برا جيبوا فلوس استاذ راشد. المقاول السعودي في الفترة الماضية مر بظروف، المقاولين الدوليين جاءوا اشتغلوا هنا ما قدروا يكملوا فيها. المقاول السعودي قدر وخدم مكانه وخدم دولته وهذا واجب عليه. لو وضعت الظروف المناسبة ستجد مقاول مختلف تماما. لأن المقاول هذا نفسه اشتغل في ظروف لا يمكن لأي مقاول في العالم، وإحنا جلسنا وناقشنا وقعنا مذكرة تفاهم كقطاع خاص، المقاول اللي من برا ما يقدر يشتغل في ظروف معينة. طيب انت تقول ما يقدر يشتغل هنا صح؟ وشلون انت بتروح تشتغل ببلدهم؟ طيب انا بقدر اشتغل ببلدهم لما انظم عملي هنا ونكون منظمين اكثر ولدينا الخبرات العالميه ومصنفين حسب التصنيف العالمي. تعرف العولمه الان، يعني الان مثلا لما نتكلم عن مهندس ولا دكتور متخرج من من من, من مكان معين ممكن يشتغل في اي مكان. المقاول هنا السعودي اذا كان مصنف بطرق علميه صحيحه مطبقه بتجارب عالميه فانه ممكن يروح يشتغل في اي مكان، ما عنده اشكاليه. يعني لعل الامثله كثيره في القطاع الحكومي والشبه حكومي اكثر، يعني الهيئات مثل الهيئه الملكيه وشركه ارامكو، المقاولين هناك على اكاد اجزم ان اي مقاول هناك ممكن يشتغل في اي مكان برا العالم في العالم، ما عنده اي مشكله، لانه مطبق جميع الانظمه العالميه فيها. واحنا في هيئه المقاولين نحرص حرص كامل على الشيء. هل المقاولين فعلا يعتمدون على المشاريع الحكوميه؟ ليش لا، مش كلهم،
ترى بقول لك اياها بالارقام. المقاول يعني خليني اقول لك قبل هيئه المقاولين حتى المقاول اللي يعتمد على المشاريع الحكوميه هم 3500 مقاول حسب تصنيف المقاولين، لان المشاريع الحكوميه تعتمد التصنيف. خلينا نتكلم عن المشاريع اللي فوق ال 500 الف، اقل 500 الف ممكن يطلع، لكن نتكلم على المجمل تقريبا. ف 3500 عدد بسيط، بينما المقاولين لا كثر. احنا عندنا مشكله في القطاع الخاص، القطاع الخاص يجي راس مال معين او رجل اعمال يجي بمشاريع ضخمه بعضها تصل لمئات الملايين ولا يبحث عن المقاول الجيد او المؤهل. في احيان يعني يبحث عن المقاول التجاري. شكرا لك مهندس زكريا، انتهى الوقت، شاكر مقدر لك. شكرا لكم مشاهدي الكرام، شكرا لمتابعتكم، مع السلامه. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD.